ومن ذلك أيضا من الأمور التي يهملها كثير من الناس أنهم لا يحترمون أعراض ولاة الأمور، لا يحترمون أعراض، تجد فاكهة مجالسهم، نسأل الله العافية وأن يتوب علينا وعليهم، فاكهة المجالس أن يتكلموا في أعراض ولاة الأمور. لو كان هذا الكلام مجديا تصلح به الحال لقلنا لا بأس هذا طيب، لكن هذا لا يجدي ولا تصلح به الحال، وإنما يوغر الصدور على ولاة الأمور سواء كانوا من العلماء أو من الأمراء. تجد الآن بعض الناس همه إذا جلس في مجلس ما يكيف ويستانس إلا إذا مسك له عالم من العلماء ولا وزير من الوزراء ولا أمير من الأمراء ولا من فوقه ليتكلم في عرضه، هذا غير صحيح. هل كلامك هذا سيجدي؟ لو كان يجدي لكنا أول من يشجع عليه وقلنا لا بأس، المنكر يجب أن يزال والخطأ يجب أن يصحح، لكنه لا يجدي، إنما يغر الصدور ويكره الناس إلى يكره ولاة الأمور إلى الناس أو يكره العلماء إلى الناس ولا يحصل فيه فائدة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كلمة جامعة مانعة جزاه الله عن أمته خيرا، قال كلمة جامعة مانعة، قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والعجب أن بعض الناس أهل دين لو أردت أن تتكلم بشخص عادي من الناس قالوا لا تغتاب هذا حرام، لكن لو تكلمت بواحد من ولاة الأمور كيف، مع أنه غير ولاة الأمور ما يرضى أن يتكلم أحد في عرض أحد عنده، لكن في ولاة الأمور يرى أن هذا لا بأس به. وهذه مسألة مرض بها كثير من الناس، أنا أعتبرها مرضا، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من الأدواء، مرض ابتلي بها كثير من الناس. ولو أن الناس كفوا ألسنتهم ونصحوا لولاة أمورهم، أنا لا أقول أسكت على الخطأ، لكن أكتب لولاة الأمور، أكتب أنت، أكتب كتاب، إن وصل فهذا هو المطلوب، وإذا انتفعوا به فهذا أحسن، وإذا لم ينتفعوا به فالإثم عليهم إذا كان خطأ صحيحا، وإذا لم يصل إليهم فالإثم على من منعه عنه. والله موفق. مع تحيات المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بقيق، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.